السلام عليكم. اليوم الأحد 21 أوت 2022، aujourd'hui dimanche 21 août 2022. Épisode 32, Glémy 7, Al-Halqa 32, Glémy Raqm 7. في هذه الحلقة غادي نزيد نتكلم على الحياة ديال أحمد دليمي في الكاب أن ما بين 61 وآخر 65 وما بين 66 و67 نيل كان في السجن في فرنسا على قضية مهدي بن بركة، وما بين آخر 67 حتى لسنة 1970 عندما كان مكلاسي، يعني ما عنده حتى شيء، مع هو معين بالظاهر ملكي ديال الحسن الثاني كعامل في وزارة الداخلية، ولكن كان مكلاسي ما عنده حتى شيء أهمية، كان مكلاسي بواحد بيرو لمدة ديال ما بين آخر 67 وما بين 1970. ومن بعد غنتكلم على دليمي اللي عاد مدير الأمن الوطني في عام ما بين عام 1970 حتى العام 1993، وعن أحمد دليمي اللي تعين مدير ديال المخابرات ديال الجد ما بين 1973 و 1996، وعن أحمد دليمي اللي تعين على رأس الجيش الملكي اللي كان في الأقاليم الصحراوية ما بين 1996 حتى الأول ديال التمانينات، في الوقت اللي فاش تليكيدا ماشي مات، إلا إيتي ليكيدي، التصفية ديالو يعني تصفى، إنه هو في المغرب ديال ديك الوقت كانت التصفية ديال المسؤولين، المسؤولين على المخابرات ما كانوش تيموتوا موتة طبيعية، كانوا دائما تيموتوا مقتولين، تيموتوا مقتولين بالرصاص، بالقرطاس، ماشي قرطاسة واحدة ولكن بالعداد ديال القرطاسة. هاد الحلقات اللي كندير انا درتهم خاصين الجنرال احمد دليمي، لانه انا من الناس القلائل بزاف اللي عرفوا احمد دليمي عن قريب من 1961
عندما تعين في القرآن حتى الولد الثمانينات عند الوفاة ديالو، عند التصفية ديالو. توصلت هاد الأيام بزاف ديال لي كومونتير وزيد ديال لي ريبونس، عند بزاف الناس تيطلبوني باش نهضر على حرب الرمال اللي وقعت ما بين المغرب والجزائر في سنة 1963. راني سجلت هاد الطلبات ديال هاد الناس، وغادي نهضر على قضية الحرب ديال الرمال ديال 63 من بعد ما نسالي مع في الحلقات ديال أحمد الليمي. وكنقول لهذوك الناس اللي هما قلال بزاف اللي راسلوني، تقول يا بينا هو نسيت الموت ديال أحمد الليمي. هاد الناس تنقول الموت ديالنا، راني كنهضر ورن على الحياة ديال أحمد الليمي، الحياة ديالو اش دار فيها. عاد غنهضر على التصفية ديالو. هاد الناس ما يزربوش، كل شيء غادي نقولو غنقول نتكلم على هاد الأحداث كلها كما عشتها وكما عرفتها. بلا ما يزربو هاد الناس، راه كل حاجة كتجي بالوقت ديالها. في الحلقة الفايتة تكلمت على لي بوان فيكس نيميرو 1 نيميرو 2 اي نيميرو 3 دو رابا. اليوم غنهضر على لي بوان فيكس نيميرو 4 نيميرو 5 et numéro 6 qui existait à Casablanca. Dans la grande ville de Casablanca, dans la Médine Tawhid al-Kubra, كان هناك ثلاثة ديال لي بوان فيكس لو بوان فيكس رقم 4 وهو هي واحد الفيلا في قريبة لشارع جوج مارس، كندخلو ليها الى بدينا الشارع ديال جوج مارس من القند ديال من الجهه ديال الشارع الزقطوني، كاين الكنيسه الكبيره اللي في القند كنفوتوها، والزنقه الرابعه او الخامسه على اليمين كندخلوا معها وكنمشوا طول حتى كنقربوا نكملوها، حتى كنديروا فيها على الاقل ثلثين عاد تلقاو واحد الفيلا اللي كتسمى لو بي اف 4. هاد الفيلا كانت في ملكيات واحد معارض مغربي اللي كان هرب في الكومبلو ديال 1963، اللي كان هرب للجزائر لان هو كان متهم في قضية ديال الانقلاب ديال حزب الوطني للقوات الشعبية ديال 1963. كانت هناك واحد الفيلا اخرى اللي كنسموها على ليبوك لو بوان فيكس
نيميرو 5، كانت تقريبا في نفس الحي، هذا الحي اللي فيه لو بوان فيكس نيميرو 1 اللي فيه شارع 2 مارس، كيتسمى الحي ديال لي زوبيتو، الحي ديال السبيطارات. لو بوان فيكس نيميرو 5 كان ايغالمون واحد الفيلا سيتويي ا بروكسيميتي دو لوبيتال دو 20 اوت. هاد لو بوان فيكس رقم 5 هي فيلا كبيرة جات في المنطقة ديال لوبيتال 20 غوست، و لو بوان فيكس نيميرو 6 جات في الحي ديال ليرميتاج شارع الناظور. هاد لي 3 بوان فيكس ديال الدار البيضاء، لو بوان فيكس نيميرو 4، لو بوان فيكس نيميرو 5 اي لو بوان فيكس نيميرو 6، ايتي دي فيلا سيتويي دون دي كارتي ريزيدونسييل دو لا فيل دو كازابلانكا. سي 3 فيلا était la propriété de trois opposants marocains au régime du roi Hassan II qui avaient été impliqués dans le soi-disant complot UNFP de 1963. هاد لي بوان فيكس بثلاثة، لو بوان فيكس رقم 4، لو بوان فيكس رقم 5، و لو بوان فيكس رقم 6، هادو بثلاثة كلهم فيلات كانوا في ملكية ديال المعارضين ديال الحسن الثاني اللي كانوا في متهومين في ما سمي بقضية الكومبلو، محاولة انقلاب ديال حزب وطني القوات الشعبية في عام 1963. هاد المعارضين بثلاثة ساقوا الخبر على أنه هو البوليس يقلبوا عليهم وهربوا الألجيري في عام 1963. المصالح ديال المخابرات ديال الكاب ان استولات على هاد الفيلات بثلاثة باش ديرهم مقرات ديالها. لي سيرفيس دو كاب ان اونت اوكوبي بار لا فورس سي 3 فيلا بور سون سيرفير بور les examens de situation, les détentions provisoires à longue et à moyenne durée, السلطات ديال المخابرات ديال الكاب 1 استولات على هاد الفيلات بثلاثة باش دير منهم
مقرات ديال المخابرات المغربية، مقرات مؤقتة قصيرة أو متوسطة المدى. هذه القضية ديال لوكوباسيون بار لا فورس ديال لي فيلا ولي بروبريتي ديال لو زوبوزون وريجيم بيرو حسن دو، كانت عادية، كانت مسألة عادية جاري بها العمل في جميع المناطق ديال المغرب. جميع المعارضين اللي كانوا ديك الساعة في الحزب الوطني ديال القوات الشعبية اللي كانوا كلهم تقريبا كانوا مقاومين قدام ما بين 55 56، ما بين 54 56، ورجعوا معارضين ديال الحسن الثاني في الستينات، هادو كلهم كانوا امبليكي في لو كومبلو ديال 1963 ديال اليون اف بي ديال 1963، وهربوا للجزائر باش يعيشوا فيها وباش يديروا في الجزائر من منطقة ديال اللي فيها المقاومين ديال المقاومين والمعارضين ديال الحسن الثاني. هاد لي بوان فيكس نيميرو 4 نيميرو 5 اي نيميرو 6 غادي نتكلم عليهم من بعد الوقت، فاش غادي ندير واحد الحلقة خاصة على لا بريغاد دو سيكوريتي دو كازابلانكا. غادي ندير واحد الحلقة خاصة ديال الفرقة الأمنية ديال الدار البيضاء، الفرقة ديال الكاب ان في الدار البيضاء، الفرقة ديال الكاب ان الأمنية في مدينة الدار البيضاء. غادي ليها واحد الحلقة خاصة اللي غنتكلم فيها مزيان على الشقع في هذيك لا بريغاد ديال كازابلانكا، وغنهضر فيها بالديتاي على هاد لي بوان فيكس نيميرو 4 نيميرو 5 اي نيميرو 6. دابا غنرجع للرباط باش نكمل داكشي اللي قلت على احمد الليمي. وعلى عبد الحق عشاشي وعلى جميل الحسين في الحلقة رقم 30 الليمي 5. اللي درتها هذه يومين، في هذيك الحلقة هضرت على الهجرة السرية الجماعية ديال اليهود اللي كانوا في المغرب اللي مشاو لدولة إسرائيل ما بين 1962 و 1967 بالمساعدة ديال السلطات المغربية وبالمساعدة ديال السلطات ديال الكاب ان اللي مقا
مقابل واحد القدره ديال الفلوس سلموا لجميع اليهود اللي ما كانش عندهم الحق في الباسبور، سلموهم الباسبورات ديال الكاب ان اللي كانت باسبورات حقيقيه وماشي حقيقيه، سيتي دي باسبور فري اي فو. هاد لي باسبور، هاد ثلاثة المسؤولين اللي كانوا في الكاب ان، لو كوموندون دليمي، لو كوميسير برانسيبال عبد الحق عشعاشي، اي لو كوميسير برانسيبال جميل الحسين، هادو كلهم تجروا بالفلوس المسخة، سون دوفوني ريش avec de l'argent sale dans cette affaire des passeports remis aux Juifs désireux d'aller en Palestine, désireux d'aller à l'État israélien créé en 1948 sur la Palestine. هاد المسؤولين بثلاثة، كان معاهم ايجالمون واحد مسؤول اخر اللي حتى هو تريش دار ريش، وحتى هو لاباس عليه بزاف في هذيك الوقت، في نفس الوقت تقريبا، اللي هو عبد الرفيع العلوي. عبد الرفيع العلوي اللي كان مكلف بالشؤون المالية ديال الكاب ان، لان هو الشؤون المالية ديال الكاب ان كانت جميع المال اللي كان كيتصرف في الكاب ان كان تيجي من ادارات الامن الوطني، من الاداره العامه للامن الوطني. هذا الشخص اللي كان لو كراد ديالو ديك الساعه اوفيسي دو بوليس ادجوان، هذا الشخص عبد الرفيع العلوي اللي كان ستينات الكراد ديالو ضابط امن ادجوان مساعد، كان كيدوز الوقت ديالو الايام ديالو في كل اسبوع باش تيوجد لي زيتا ديال لي بريم دو ريسك. هاد الشخص كان تيوجد طيلة الأسبوع لزيتا لائحات ديال البريم دو ريسك واللائحات ديال لي فري دو ديبلاسمون واللائحات ديال لي فري دو ديبلاسمون واللائحات ديال لي فري اكسيبسيونيل زيد ولوي، لائحة اللي كانت تدار باش يعاونو باش يرومبورسو الناس اللي كاريين ديور، لأنه في الكاب أن الموظفين كانوا غير أما ساكنين دون دي لوجمون دو فونكسيون أو لا كانوا كاريين. اللي كانوا كاريين كان الكاب ان تيرومبورسي ليهم واحد القدر باش يعاونهم على الكرا. هاد الشخص هو اللي كان تيوجد هاد لي زيتا
كانوا معاه واحد ثلاثة ولا أربعة خضرين معاه في المكتب، من بينهم من هاد ثلاثة ولا أربعة اللي كانوا معاه كان فيهم المسمى حسن المسنوي. حسن المسنوي اللي كان ديك الساعة في الستينات حارس أمن، غادي يلوز لي كونكور بار لا سويت، وغادي يرجع ضابط في لي سي ام اي، ومن بعد غيدير اون كروند كارير في لي تاماجور ديال لي سي ام اي. بروبو ديال لا غروند فيلا دو جينيرال احمد ليمي وكارتي سويسي، اللي سيتويي سور لا روت دو بير قاسم اي نون با سور لا روت دو بير رامي comme je l'ai dit hier. Cette villa PF1 de Rabat, celui-ci, j'ai Rahamoujouda, Ftrek Bir Qasim, Monsieur Ftrek Bir Rami, comme je l'ai dit dans la faïta de l'Albert. هذا الغلط صغير السبب ديالو وهو السن ديالي اللي كبير، انه دابا راني داخل في السنه 84، كيوقع ليا شي خطرات كندير شي غلط بلا ما نشعر، كما في الحلقه الفايته قلت على انه هو المخابرات الفرنسية ديال لو موساد، هي في الحقيقة المخابرات الإسرائيلية ديال لو موساد، لأنه فرنسا كانت عندها ديك الساعة المخابرات ديالها في المغرب كتسمى لو سديك اس دي او سي او. هاد الناس اللي تجروا في الكاب ان تجروا في الستينات قبل سنة 67، في الوقت اللي فاش قدم لو كوموندون دليمي العدالة الفرنسية باش يتحاكم قضية في الدور اللي لعب في قضية المهدي بن بركة، تقدم في أكتوبر، لا تقدم في نوفمبر 1966، في هذيك الوقت كانوا عندنا داخل ولاية الأمن في باريس في العاصمة الفرنسية، داخل الولاية كانوا عندنا دي سورس دانفورماسيون تري بيان بلاسي كي نو توني او كورون دو تو سكي سباس dans l'enquête et l'instruction concernant l'affaire Ben Barka. Fadik l'ouakt,
ديال لافير بن بركة في عام 65 66 67 كان عندنا داخل ولاية الأمن الفرنسية ديال العاصمة باريس كان عندنا ناس مهمين وطور مهمة اللي كانت تسلمنا المعلومات باش نكونوا بعلم على الجميع اللي كيطرى في لونكيت ديال المهدي بن بركة وفي الانستركسيون ديال الدوسي بن بركة. هاد المعلومات اللي كانوا كيجونا بينوا لينا على انه هو ما كاين حتى شي حجة على لا بريزونس دو كوموندون احمد دليمي سور لو سول فرونسي بوندون لافير بن بركة. هاد المعلومات اللي كانوا كيجونا بينوا لنا على انه هو ما كاين حتى شي حجة كتبت على انه هو الكوموندون احمد دليمي كان موجود في فرنسا في الوقت اللي فاش في الوقت اختطاف ديال المهدي بن بركة لو 29 اكتوبر 1965. هاد المعلومات كنا كنرسلوها اخترا في الاسبوع لرئيس الدولة دون دي رابور دو سانتيز اللي كانت يحررهم الرئيس ديال القسم ديالنا ليبوك محمد العشعاشي. La lecture de ces rapports de synthèse avait permis au chef d'État marocain d'avoir une idée bien précise sur l'enquête concernant l'affaire Ben Barka et sur l'instruction du dossier Ben Barka. هاد المعلومات اللي كانوا كيجونا من فرنسا من ولاية الأمن ديال فرنسا وكنا كنديروهم في التقارير التقارير لي رابور دو سانتيز اللي كنا كنصيفطوها لرئيس الدولة كانت تجعل رئيس الدولة يعرف بالتأكيد على فين وصل الامور من ناحيه لونكيت سور لافير بن بركة ومن ناحيه لانستركسيون دو دوسي بن بركة. لونكيت دو لافير بن بركة افي ايتي كونفي او كوميسير ديفيزيونير Bouvier, B-O-U-V-I-E-R, le patron du service régional de la police judiciaire à la préfecture de police de Paris. Où l'instruction de l'affaire Ben Barka avait été confié le 3 janvier, le 3 novembre 1965 au juge d'instruction français Louis Zollinger qui avait été le premier à lancer plusieurs mandats d'arrêt international.
contre des responsables sécuritaires marocains et contre les truands français impliqués dans l'affaire Ben Barka. البحث اللي كان البحث ديال لافير ديال قضية المهدي بن بركة تكلف به لو كوميسير ديفيزيونير بوفيي اللي كان هو الرئيس الإقليمي ديال الشرطة القضائية داخل ولاية الأمن ديال باريس. L'instruction du dossier Ben Barka avait été confiée au juge le juge d'instruction, Kadi Tahqiq le français, Louis Zollinger, qui lança أوامر ديال القبض الدولي ضد مسؤولين أمنيين مغاربة في الرباط وضد العصابات أعضاء العصابة الفرنسية اللي شاركوا في قضية مهدي بن بركة اللي كانوا معروفين على انهم يسكنوا في المغرب قبل الاختطاف ديال المهدي بن بركه ورجعوا للمغرب من بعد ما كملوا العمليه ديال المهدي بن بركه في باريس. قبل ما يتقدم للعداله الفرنسيه احمد ليمي كان عندنا اليقين على انه هو ما كاين حتى حجه ضده، لانه هو الى تذكرتو في الليله ديال التعذيب والقتل ديال المهدي بن بركه، احمد ليمي كان الوحيد اللي جا الفيلا اللي كان فيها المهدي بن بركة، وقبل ما يدخل داخل الفيلا دار في يديه صباعات ديال اللي كيديروا الأطباء في غرفة العمليات باش ما يخليش لاطراس ديالو في حتى شي بلاصه في ديك الفيلا، وفعلا ما بقات حتى شي اثار ديال الحضور ديال احمد دليمي في هذيك الفيلا. دليمي كان في عام 65 كوموندون، يعني اللي من جا للكاب ان 61 كان كابيتان، الكابيتان احمد دليمي، وفي 64 في الشهر ديال اوت 1964 من بعد لا ليكيداسيون، من بعد التصفيه ديال الشيخ العرب، من بعد لا ليكيداسيون فيزيك ديال الشيخ العرب، غادي يتعيد احمد دليمي، الكابيتان احمد دليمي غيدوز غيتعين في الكراد ديال كوموندون دليمي، وفقير اللي كان كورونيل قبل 64 غادي يتعين جنرال وفقير في اوت
1964 من بعد لا ليكيداسيون ديال شيخ العرب، وفي نفس الوقت غيتعين كوزير للداخلية في الحكومة المغربية. لو كوموندون أحمد ليمي في أكتوبر 65 ما بين آخر أكتوبر 65 حتى الأكتوبر 66 كان على علم على أنه هو في جميع المستويات ديال البحث كونسيرنون لافير بن بركة، وجميع المستويات كونسيرنون لانستركسيون دي دوسي بن بركة، ما كاينش الاثار ديال احمد الليمي. الشيء اللي جعل احمد الليمي يفاوض رئيس الدولة على الجراد اللي غادي يطلع ليه باش يرجع كولونيل، هاد الشيء كنذكر ليمي ملي وصل نيجر الكاب ان كان كابيتان. هاد الشيء في 61، في عام 1964 غادي يدوز كوموندون من بعد لا ليكيداسيون ديال شيخ العرب. في سنة 66 غادي يتعين عند رئيس الدولة ككولونيل. ورئيس الدولة غادي يعطيه لا بروميس على انه هو ملي غادي يرجع من المحاكمة ديالو في باريس غادي يعينو الملك الحسن الثاني، غادي يعينو بظهير شريف كمدير عام للأمن الوطني. هذه الاتفاقية اللي جرات ما بين الحسن الثاني وما بين لو كولونيل دليمي افون سون ديبار المحكمة الفرنسية. هذه الاتفاقية كانت ما بين رئيس الدولة الحسن الثاني وما بين لو كولونيل احمد دليمي قبل ما يمشي يقدم نفسه للمحاكمه في فرنسا في قضيه المهدي بن بركه. ملي مشى دليمي لكولونيل دليمي ملي مشى لفرنسا كان ديك الساعة لو برومي بروسي ديال المهدي بن بركة اونكور. كان ديك الساعة البروسي الأول ديال المهدي بن بركة كان اونكور، غادي يوقفوا داك البروسي الوقت اللي فاش غيتقدم لو كولونيل أحمد ليمي لا جيستيس. ملي الكولونيل احمد ليمي تقدم لا جوستيس فرونسيز لو برومي بروسي دو لافير بن بركة افي ايتي اريتي. الى في روبري بار لا سويت او 1967 و le procès avait repris par la suite en 1967 et le verdict
concernant ce procès a été prononcé le 5 octobre 1967. هذا البروسي بن بركة الثاني بدأ في عام 1967 وسال في يوم 5 أكتوبر 1967 أباري. La fin de ce procès Ben Barka a eu lieu officiellement le même jour que la guerre des six jours dans le Moyen-Orient. F'nefs l'youm, f'nefs l'mahkama f'bariz, prononçat le verdict ديال لو بروسي بن بركة كان في نفس اليوم دولة إسرائيل هجمات على جيرانها بالأخص على مصر وسوريا فيما سمي بحرب 6 أيام أو حرب كيبور. الكولونيل أحمد ليمي avait été acquitté faute de preuves dans le procès Ben Barka. غادي يرجع للمغرب في اكتوبر 1967 ولكن في هذا البروسي بن بركة كان واحد الحدث مهم بزاف اللي وقع وهو شهادة ديال رشيد سكيرج. الشهادة ديال رشيد سكيرج هذا العميد السابق عميد الأمن السابق في الكاب أن غادي يفضح فيها جميع الأسرار ديال الكاب أن غادي يقول بالأخص لو سياج ديال الكاب أن فين جا على روي مولاي إدريس كارتي حسان أرابا وغادي يهدر على الدار المقري اللي كاينة في السويسي وغادي يهدر على الكيفيات اللي كيستعمل المصالح ديال الكاب أن باش يسكتوا وباش يخطفوا المعارضين. هاد الشهادة ديال رشيد سكيرج جعلات ضجة كبيرة في الأمم المتحدة وفي العالم الحر العالم ديال لي بيي أوكسيدونتو. من بعد هاد الشهادة لا بريس فرونسيز تكلمت بزاف على التعيين ديال واحد اللجنة فيها لي زيكسبير انترناسيونو اللي غادي يجوا المغرب باش يبحثوا في هذاك الشيء اللي قالوا رشيد سكيرج في التيمونيز ديالو دون لو بروسي بن بركة. في جميع الصحف
الفرنسية وجميع الصحف الدولية في شهر أكتوبر 1967 كانوا كيتذكروا على هذه اللجنة اللي غتجي تفتش في المغرب جميع اللي قال الكوميسير رشيد سكيرج. في التيمونياج ديالو دون لو بروسي بن بركة في 1967 هاد اللجنة اللي غتجي فيها لي زيكسبير انترناسيونو المغرب باش يبحثوا في الكلام اللي قال رشيد سكيرج جعلت الحسن الثاني يبانيكي يعني زعزع شوية وخاف حقيقة خاف إلى جات هاد اللجنة ولقاو هادشي اللي كيقول رشيد سكيرج بأنه هو صح داكشي كله كاين غادي تكون الموقف ديال الدولة المغربية صعيب بزاف أمام الدول الغربية أمام منظمة الأمم المتحدة وأمام العالم كامل الشيء اللي جعل الحسن الثاني يقبض واحد القرار اللي غنهضر عليه في الحلقة في حلقة أخرى ديال لا كرياسيون دو كاب ان كلونديستان هاد الوصول للمغرب ديال غير الكلام على الوصول للمغرب ديال لجنة دولية اللي غتبحث في الكلام اللي قال رشيد سكيرج في المحكمة الفرنسية في البروسي بن بركة في 1967 هذا الكلام اللي كتر بزاف على هذه اللجنة اللي غادي تجي تقلب في المغرب وتبحث على الشهادة على الكلام اللي قال رشيد سكيرج في المحكمة جعلت الحسن الثاني زعزع بزاف وخاف ولهذا غادي يقرر يقبض واحد القرار مهم اللي غنتكلم عليه في واحد الحلقة أخرى اللي هو لا كرياسيون دو كاب ان كلونديستان في شهر أكتوبر 1967 رشيد سكيرج dans son témoignage avait parlé également de la présence au Maroc des experts américains de la CIA au Cap 1. رشيد سكيرج تكلم كذلك في الشهادة ديالو في المحكمة 1969 في باريس تكلم بزاف على الخبراء الكبار الأمريكيين ديال لا سي اللي كانوا في الكاب 1 هادشي هاد التصريحات ديال الشهادة ديال رشيد سكيرج هي اللي جعلت الملك الحسن الثاني يتزعزع في بلاصتو ويقبض القرار ديال اللي غادي نفترو في حلقة أخرى ديال تعيين الكاب ان كلونديستان
من بعد البروسي بن بركه، من بعد لو فيرديكت دو بروسي بن بركه في اكتوبر 67، رجع دليمي، رجع لو كولونيل دليمي للمغرب لمدينه الرباط، داروا ليه حفلات وما داروا ليه، وعينوا الملك الحسن الثاني بظهير شريف لأنه هو عامل ديتاشي في وزارة الداخلية، مكلف بمهمة في وزارة الداخلية، وفي الحقيقة ما كانت عنده حتى شي مهمة في وزارة الداخلية، ما كان وفقير كان موجود ليه واحد المكتب، واحد المكتب من الدرجة الثانية، ما فيش حتى لا كليماتيزاسيون، ما فيش حتى الشمس، كيجي يحضر يوميا مع 8:30 ديال الصباح، وتيمشي مع 12، وتيجي مع 2:30، وكيمشي مع 6. هادشي يوميا تيسني واحد لا في دو بريزونس. وشنا هي المهمة اللي كانت عنده؟ وهي تقرا الجرائد في المكتب ديالو، ما كيكتب تقارير، ما كيدير حتى شي حاجه، كان يعني كان سور لا توش، يعني ما كانش كيلعب في التيران ديال الداخليه، كان سور لا توش ديال الداخليه. هذا هو الكولونيل دليمي اللي عرفناه رسميا ما بين اكتوبر 1967 حتى 1970. في عام 1970 لو كولونيل احمد دليمي افي ايتي ديزيني كوم ديريكتور ديزيني بار ظهير comme directeur général de la Sûreté nationale, un poste qui était occupé par le général Oufkir entre juillet 1960 et 1970, pendant une dizaine d'années. الحلقة الجاية إن شاء الله غادي نهضر على الكورنيل دليمي، اش دار في إدارة الأمن الوطني ما بين 70 و 73. دابا غادي نوقف هاد الحلقة، إلى اللقاء إن شاء الله.